استاذ نبيل عبد النعيم المخرج. اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا استاذنا؟ مساء الخير، وحشتوني. النهارده عندنا حلقه حلوه قوي قوي قوي. عندنا فرح النجم الشاعر الكبير والسيناريست مدحت العدل. الكاميرا الخفيه يعني ابراهيم نصر يا جماعه. انت عامل لها جو. انت عايز معاك يا مدحت عشان يبقى اربع عشيان اتنين في مناخيرك واتنين في مناخيرك. عندنا فقره مثيره للجدل مع النجم عمر الشريف. ايه العقليه اللي خلي واحد يتولد ويقول لك انا زملكاوي؟ ليه زملكاوي؟ ليه ما تبقاش اهلاوي زي بقيه العالم؟ ليه؟ الحلقه هتعجبكم، يلا نتفرج. محدش يقدر ينسى حمام في امستردام، امريكا شيكابيكا، اشاره مرور، ايس كريم في جليم، الشاعر والسيناريست الدكتور مدحت العدل، العريس مدحت العدل والدكتوره هدى. فرحهم بقى كان ليله حب، ما كانش مجرد فرح. طبعا ما هي عيله كل الدنيا بتحبها. الله يرحم الفنان العظيم سامي العدل. تفتكرها وتحكي معانا والناس هنا وهناك شايفانا مستنيين يعرفوا على نار ازاي دخلت الجنة الليلة. دكتور مدحت، حصل موقف طريف اثناء احتفالكم بليله العمر في الفرح نفسه؟ لا، احنا كان فرحنا يعني يعتبر حفله اكتر منه فرح، لان طبعا انا كنت في الوسط الفني بس مش بشكل قوي في الفتره دي، لكن سامي العدل اللي هو اخويا طبعا راجل مجامل جدا، فكل الناس جت تجامله. فكان في الفرح في يعني مش عايز اقول لك كل فنانين مصر كانوا موجودين، وحصلت مفاجاه لذيذه قوي في الفرح. فنانة شريهان كانت معزومة، وفوجئنا واحنا قاعدين في الكوشة ان في تورتة داخلة كبيرة قوي 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 قوي، واتفتحت وطلعت من وسطها شريهان. فكانت مفاجأة لنا وللناس طبعا اللي قاعدين يعني، وكانت طبعا كومبليمون جميل من فنانة يعني لطيفة قوي زي شريهان انها تجاملنا بالشكل ده. وهتلاقي المنتصر بالله بيغني والدنيا كلها بتغني يعني، واشترك فيه طبعا علي الحجار وإيمان البحر درويش ودينا وسمير صبري وناس كتير قوي كانوا في الفرح يعني. بطل الفقرة دي راجل هو اللي حببنا في الكاميرا الخفية. مين ينسى زكية زكريا؟ مين ينسى اوعى الجمبري عضك؟ الراجل ده كان بيتعب قوي 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 قوي، وانا شاهد في سنة من السنين انه كان بيقعد يعمل مكياج 7 ساعات. انت لسه مش حاطط لسه والله.
الله. هذا انت قليل هذا بس بيع اديك وشك بالعرب طوالي. ايه ده انت جننت ولا ايه؟ تعرفش انا مين؟ انت ممكن يكون كده بشويه شيطان شويه. بس انت عامل لها جوال انت عامل لها جو انت عيب معاك ده بدل انت وشك انا عشايا باربع عشيان اتنين في مناخيرك واتنين في مناخيرك يعني بوظك مناخيرك. عارف الستات الكبار قوي بتسند على كرسي كده اديك بالاربعه في وشك اتنين في مناخيرك واتنين في عينيك. عيب عيب هو اي حاجه كلم كلم كلام هندهلك اخويا يعطاك. طب دلوقتي حل يعني صور معاملة صور شوف التلفزيون ده صور ايده لما قاعد. الفقرة اللي هنشوفها دلوقتي على مسؤولية صاحبها الله يرحمه النجم عمر الشريف. هو بيتكلم في الأول عن صداقته بالمايسترو صالح سليم. مش هي دي المشكلة، المشكلة ان هو لخبط في الكلام عن الزمالك والزملكاوية. حضرتك بتحب الكورة؟ بموت في الكورة، انا كنت لعيب كورة. انا كان صالح سليم الله يرحمه كان اعز اصدقاء من زي احمد رمزي. كنا احنا ثلاثي. انا ورمزي وصالح سليم الله يرحمه ومراتاتهم ومراتي كنا نسهر كل يوم احنا الستة. ثلاث رجالة وثلاث ستات. ونلعب العاب كده في البيت يعني ايه اللي نقول مثلا نمثل اسم فيلم الرجاله ضد الستات دايما كده. وكنا احنا بنغش بقى عندنا حركات كده عاملين حساباتنا نعمل حاجات نفهم الحركه اللي بعملها دي معناها ايه. بس فكنا اصحاب قوي ولعبت كوره لعبت كوره كويس وعرفت كل لعبت الكوره وكانوا بيتفرجوا علينا في المدرسة وإحنا بنلعب كنا بنلعب كويس. وبس بس على طول أنا اشتغلت في السينما وأنا عندي 21 سنة. لما اشتغلت ابتديت بقى أشرب سجاير وحاجات من دي فطبعا ما بقيتش قادر ألعب يعني نفسي كان بيتقطع. بس لسه مشاهد جيد لمباراة. أهلاوي ولا زملكاوي؟ لا أهلاوي. بقول لك صالح سليم تقولي لي زملكاوي حرام عليك. انا عايز ايه العقليه اللي خلي واحد يتولد ويقول لك انا زملكاوي ليه؟ زملكاوي ليه؟ ما تبقاش اهلاوي زي بقيه العالم ليه؟ حاجه نظيفه كده حاجه حلوه كده حمرا حلوه القميص. انا اهلاوي 100% يعني اسمي الحقيقي صلحاوي. صلحاوي. الناس يقولوا لي انت صلحاوي مش اهلاوي. مش اهلاوي عشان بحب صالح سليم وحبيته طول عمري وكان صاحب صح ما كانش ممكن اكون اي حاجه غير كده. علاقته بابويا كانوا صحاب جدا. كانوا بيخرجوا مع بعض ويسهروا مع بعض كانوا على طول سوا هو وابويا ومدام فاتن وامي وهو فعلا صلحاوي يعني. يعني يقول لك انا بحب الاهلي عشان صالح. الحلقه خلصت. بكره يوم جديد كله خير وستر وصحه باذن الله. سلام عليكم.